والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله وبياكم وسدد الله جل وعلا على طريق الجنة خطانا وخطاكم. أسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا إخوانا في جنات النعيم. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في مركز حي الفيزية، ونسأل الله جل وعلا أن يجزي شيخنا الداعي عبد الكريم الشيخ أبو عمر جزاه الله خير على قبول الدعوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله التوفيق والسداد، فليتفضل بارك الله فيه. مسلمين عليكم قائلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا ومعبودنا ومألوهنا ومن تطرب لذكره قلوبنا ربنا سبحانه وتعالى، بادئين بحمده جل في علاه، فنقول الحمد لله ثناء عطرا ثناء طيبا كما يحب هو ويرضى سبحانه وتعالى. الصالحين تفطرت أقدامهم ودمعت عيونهم وسالت دماؤهم ونفدت أموالهم في سبيل إرضاء ربهم سبحانه وتعالى. ونحن نقول بادئ ذي بدء: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا كما تحب يا رب وكما ترضى. يا رب لك الحمد كما قلت أنت وكما تستحق أنت يا رب العالمين. نشهد أن لا إله إلا الله، تلك الكلمة العظيمة التي بسببها أصبح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يغيرون كل شيء. هود عليه السلام دعا الله فغير الله له نظام الريح، صالح عليه السلام دعا الله فغير الله له نظام الصوت، نوح عليه السلام دعا الله فغير الله له نظام القطر من السماء والينابيع من الأرض، إبراهيم عليه السلام دعا الله بسبب هذه الكلمة الله جعل له الأرض برد، النار بردا وسلاما، عيسى عليه السلام بسبب هذه الكلمة أصبح يجمع الطين وينفخ فيه فيطير أمام الناس بإذن الله تعالى. يأتي الأعمى يمسح عيسى على الوجه ثم يبصر بإذن الله تعالى. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، قادر قدير مقتدر. هذه الصفات التي جاءت في كتاب الله معبرة عن هذا الاسم لله سبحانه وتعالى. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، حبيبنا من العباد، حبيبنا من المخلوقين، هذا الطيب المطيب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، نبي كريم يثني عليه الله بالقرآن الكريم ياسين والقرآن الكريم، قسم من الله تعالى على إيش؟ إنك لمن المرسلين. قالت قريش: ساحر؟ قال الله تعالى: وما هو بساحر. قالوا: كاهن؟ قال: وما هو بكاهن قليلا. غريبة. قال: وما هو بقول شاعر قليلا، ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا. من يدري ليش؟ ليش الشاعر ما تؤمنون والكاهن ما تذكرون؟ يلا عطونا جائزة الأولى، جوال ولا ذا؟ هذا الجائزة الأولى، هذا بلش إبراهيم رعية فتح الإثم جزاه الله خير يطيح في الليل. يلا الجائزة الأولى هذا: ليش الشاعر قليلا ما تؤمنون والكاهن قليلا ما تذكرون؟ تم، تعال لأنهم يسمعون. تعال تعال بسرعة، بس التاكسي.
لا هند، الله يزوجك بنت ما تحب الهند، اسلم. ليه؟ ليه الشعر قليل ما تؤمن والكاهن قليلا ما تذكر؟ ليه؟ مالك لواء، استرح. لأن الشعراء كذابين والشعراء يتبعون الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ تذمين الشعراء، حتى قالت العرب أعذب الشعر أكذبه. فما أنتم مصدقين مهما قال الشاعر؟ ما صدق الشاعر. طيب ليش قال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون؟ يلا برضه جاي زوالنا. قال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكروا. من يقدر يحلها؟ قال تعالى ولا بقول كاهن قليلا ما تذكروا. الشاعر عفرة قال قليلا ما تؤمنون لأنهم كذابين. الكاهن قال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ليه؟ أبو زيد محل شيء. سم. لها فكر. حلو. سم. مالك لواء؟ مالك لواء؟ قليلا ما تذكرون. سم. مالك لواء؟ ليه الكاهن قليلا ما تذكرون؟ تعرف؟ تعرف؟ أحد حولنا شيء؟ ليه الكاهن قليلا ما تذكرون؟ الكاهن ايش كلامه؟ تمتمه. طلاسم. تمتمه يعني. تمتمه ما تعرف. تعال زين. والله ابو عمر الجيد. والله جبتها. خلاص طلع. خلاص. ما استعرف. خلاص زين. لأن الكاهن كل كلامه طلاسم وتمتمة، فما تتذكر ما تحفظ كلامه. لكن هذا القرآن قول ليس بقول شاعر ولا بقول كاهن، إنما هو تنزيل من رب العالمين. ما في شيء بالقرآن استطاع مخلوق يكذبه، وإن كان المخلوق يستطيع أن يفعل هذا الشيء، لكن لما حكم الله تعالى لم يستطع المخلوق. أليس قول الله تعالى تبت يدا، قال تعالى سيصلى نارا ذات لهب، وهو يمشي على الأرض كان عايش أبو لهب، والله تعالى قل سيصلى نارا ذات لهب. ليستطيع أبو لهب يجي إلى محمد؟ مو من يسلم ما يدخل النار. طيب أنا بسلم بس عشان أكذب كلامك. لكن لما كان كلام الله تعالى لا يغير ولا يبدل، عاش أبو لهب على ومات على الكفر. فهذا محمد صلى الله عليه وسلم يقسم الله تعالى رسالته وعلى نبوته وعلى صدقه، وإنك لعلى خلق عظيم. ونفرح أنا وإياكم لما نسمع قول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم رحمه الله تعالى، قال شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي. شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي. فحنا وياك ما نتكلم عن نفسي، كلها كبائر، كلها ذنوب. فنرجو من الله تعالى أن ننال شفاعة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. مشاكل يوم القيامة، نيران وأهوال، السماء انشقت، السماء انفطرت. يوم تكون السماء كالمهل مثل الزيت المذاب، وتكون الجبال كالعهن مثل الصوف المنتفش. وأنت بشفاعة هذا النبي الكريم الذي شفع الله تعالى فيك أن يشفع لك بدخول جنة النعيم. فنكثر من صلاتنا وسلامنا على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سام أبو أحمد. الله يعينكم على أبو أحمد. قولوا من جار اللي بجنب بيتنا. أنا الله العظيم. مخا تقدم عيال. يلا اللي قرب له الجائزة هذه. وش الكاميرا دي؟ أنا ما أدري يا أبو زيد، بس واضح شكله حلو بس ما أدري. عاي رجل يقول لا لا أعطيها أحد. يقول هذا لا أعطيها أحد. يلا تسلم. الله لا يلا. ما عاد إلا دخل داخل أبوي وين وصلت؟ متوك بين بين مسافر. انت الواقف لسه. فأيها الإخوة
ما قضيتوا انتم خلاص. خلاص تقدم يعني يمشي شوي وبعد النتيجة خلاص يقعدوا. ابو زياد اقعد اقعد. هلا هلا الله بسم الله عليك. فنصلي ونسلم على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. بدا الاخوه نقدم شكرنا وما زالت جلساتنا تتوالى في هذا المركز. مركز ايش؟ الفايزي يعني مكان محمد صلى الله عليه وسلم يعجبه البال الحسن. فالفايزيه ان شاء الله فوز لنا واياكم في الدنيا والاخره. نسال الله تعالى يجزي القائمين على مركز الفايزيه الاجتماعي خير الجزاء على هذه الجلسات التي ما ترى فيها الا ابتسامه وذكر طيب وكلام جميل وافعال ترفع في الدنيا وتنفع في الدنيا قبل الاخره باذن الله سبحانه وتعالى. فأي أول تهكوان كذلك جزاك الله خير. فأيها الإخوة نوصي أنفسنا وإياكم بأول شيء. أول وصية ما هي؟ معروفة ما هي؟ تقوى الله عز وجل. اتق الله، حاول قدر المستطاع تتقي الله تعالى. ليش؟ لأن التقوى هي سر الحياة، هي سر من أسرار الحياة. إنما تقبل الله من المتقين، كل شيء على المتقين، كل خير الله تعالى نازل على المتقين، وكذلك ننجي المؤمنين. ثم أيها الإخوة نقول معنى كلمة سر، ليس سر يعني امش سر للأمام، لا، ولكن ليس يعني فعل أمر سر، لا، وإنما هو سر من الأسرار، وهو أعظم الأسرار لمن وفقه الواحد القهار. أيها الإخوة حديثي لكم اليوم سر الأنس، سر الطمأنينة، سر القرب من الله عز وجل، سر الفوز في الدنيا والآخرة، سر النجاة من النار، ألا وهو باختصار الصلاة. صلاة هذا الأمر الذي يعني ما أدري كيف أوصل لكم. حتى قال عليه الصلاة والسلام، قال جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم: واعلم أن خير عمركم الصلاة. وقال: الصلاة خير موضوع. فالصلاة اللي كلها دقائق معدودة تصل بها الى وين؟ الى بيت من؟ بيت جبار السماوات والارض، بيت الله عز وجل. يمكن احدكم سمع القصه اللي قلتها انا في احد الاشرطه، شريط من القلب الى القلب. قصه ذلك الرجل اللي يكلمني انا، وكنا في الاردن، يقول ناس من دعاه ناس طيبين شربوا من عندي، يقول يوم من الايام مرينا على خيمه واذا فيها رجل كندي، مستشرق كندي، وكان جالس بخيمه وعنده كلب. فيقول تمرن عندكم كيف حالك؟ اهلا وسهلا طيب الاخبار؟ قال انا بسالكم سؤال. قلنا نعم. قال انا لي تقريبا 3 شهور جالس في المكان هذا ابحث عن هالجبل هذا، الكلام هذا الحلو اللي فوق من اللي كاتبه؟ في كلام يقول فوق يعني لا تصل له اليد، في كلام مكتوب جميل. قال من الذي كتب الكلام هذا؟ هل هو قديم ولا حديث؟ فقلت له والله شوف انا العفو منك، انا ما اعرف من اللي كتب على الجبل، انا اعرف اللي صلح الجبل. قال ايش؟ والله انا ما اعرف من اللي كتب على الجبل، انا اعرف اللي صلح الجبل. قلت شلون يعني؟ قلت انا اعرف اللي صلح يعني اوجد هذا الجبل. قال من هو؟ قلت تبي تروح معنا؟ نبي نروح البيت احنا الحين. قال بتروح البيت اللي صلح الجبل، فيك شيء فريضه انت مجنون؟ حبك والله تروح معنا حياك الله. قال تروحون اللي صلح الجبل؟ قلت اي والله. وين في؟ من صلح الجبل يا اخوان؟ الله عز وجل. فرحنا للمسجد. واخر نتكلم احنا بالطريق على الجبال ارساها، خلق الجبال وجعل فيها رواسي، علمنا من الذي خلق الجبال. مره ثانيه من ولينا الحب والله اراد الله الاسلام هدايه. فالمسجد هذا بيت الله عز وجل. لما سال رجل محمد صلى الله عليه وسلم ما هي افضل بقاع؟ قال لعلي اخذ اسال اخي جبريل. فساله فقال جبريل اعلم ان افضل احب البقاع الى الله مساجدها. تبي تقعد انت في احد بقعة الى الله تعالى. صح تجي بدري وتروح تطلع، تجي متاخر وتطلع، يعني حتى مجيئك هذا على عجاله يكفي انك تستشعر انك جاي بيت الله. هذا ما قدر احد يجي قال كذا واشمر منزله كذا قاعد مبصف كذا عشان ما حد يشوف اللي جنبه، ما يغطي من عيونه كذا، ما يخالف، حد يقول ما يخالف، اهم شيء انك جيت. اهم شيء انك جيت. جيت وشو له؟ جيت البيت الله.
جيت لله عز وجل قال عليه السلام كما عندنا كما روان صلى الله عنه قال تحترقون حديث صحيح الألباني رحمه الله قال تحترقون 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 ثم تصل الظهر فتغسلها ثم تحترقون 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 ثم تصل العصر فتغسلها ثم تحترقون 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 ثم تصل المغرب فتغسلها ثم تحترقون 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 ثم تصل العشاء فتغسلها فتنامون ولم يكتب عليكم شيء. فليش انت تجي بيت الله تعالى؟ مو عشانك خربان يا شيخ، لا عشانك زين. عن يجي بس اذا رايتم الرجل اعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان، اذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، اذا رايتم الرجل اعتاد المسجد فاشهدوا بالايمان، يعني كونك تتنقل المسجد يوميا 5 مرات. سؤال يا جماعه الخير، لو عندك مثلا سيارة يارس، تعرفون يارس؟ معروف أبو زيد؟ معروف. لا خذ من يارس كامل 2012 مطلع لك تقريبا سنة أو سنة وأربع شهور، وعندك التشييك كل 10,000، وأنت كل 10,000 وين تروح؟ للوكالة. هل لأن سيارتك خربانة؟ لا، بس بالعكس تروح تشيك وترجع. إنسان يا جماعة الخير سيارة يشيك عليها كل 10,000 كيلو تطلع مزبوطة ولا ما مزبوطة؟ أكيد تحت رعاية الوكالة. ولله المثل الأعلى، إنسان يوميا 5 مرات في بيت الله تعالى يتصل بالله عز وجل، كيف يصل عليه؟ أنت لا تحس ما أصلا يا جماعة الخير سبحان الله كلام هذا، صح أنت ما قمت له وزن، صح اللي جيت بسرعه وطلعت بسرعه، فاتك ركعه فاتك ركعتين، بعض المرات فين صلي المحطه، المهم انك صليت. عند الله تعالى اسقطت الواجب اللي عليك، صليت لله تعالى. حتى جاء في حديث سلمان رضي الله عنه صاحب مسلم صاحب الباني رحمه الله قال على سلم ان الرجل يصلي وذنوبه على راسه، كلما سجد تحادثت، كل ما سجد تحدد، فلا يسلم حتى تكون تحدد ذنوبه كلها. فأنت جاي للتنظيف، جاي للتطهير، جاي للقداسة، جاي للبركة، جاي للطيب. يعني أبغاك تروح المسجد وأنت مستشعر الأشياء هذه. يعني رايح أبيك ترقص شوي الله يرحمه والديك. بس أنا أشوفهم كل الناس يقولون عليك بسم الله عليك الرحمن الرحيم. بس أقول مسكين عندي اسمه منصور ولا فلان يقولون عليك، والله يقولون روح المسجد يرقص. أبيك ترقص طبي من داخل تفرح. مش بعض الناس خابي خابي خابي، وبعض البنات دبش يصلي حمد. والله عظيم يا اخوان، شوف بعض عصر ما هو الحمد لله انه حد يلمسه انه حد يضربه انه حد يجيب ما يبي احد، بس ما تقول السلام عليكم. التسليم الثاني عند الباب، ليش يا شيخ؟ طيب الحين جاي ومتكلف جزاك الله خير وتوضيت وطبقت الان، طيب ليش ما تصلي مبسوط؟ شيء الصلاة يعني كل ما فرحت بالصلاة كل ما فرحك الله بالصلاة. أكبر مشكلة عند الكفار وش هي؟ قالوا ما سلككم في سفر، أول جواب لم نكن نصلي، أول جواب ما كنا نصلي ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائنين حتى اتينا اليقين. فمشكلتهم انه ما صلوا، اول مشكله اعترفوا انه ما صلوا، طيب اللي يصلي؟ انتهت المشكله الاولى. قال عليه السلام في حديث صحيح الباني رحمه الله اول ما يحاسب العبد عن يوم القيامه الصلاه، ان صحت خلاص اجلب البيت. يعني مثل اسئله القبر، بعض العلم يقول اسئله القبر مش الثلاثه، من؟ ربك. ما دينك؟ من نبيك؟ اسالك بالله يوم التعلم هو بيصفلوني، يمكن هاك معلمينك قبل تجي. تخيل واحد يدخل القبر عمره 45 سنه ما جاء يسالوني، وش معناته؟ حلو، يعني ايش معناته؟ انه غبي. تمشي حتى تمشي تعرف، لكنه مجنون. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ها كنا في اصحاب السعيد. ثلاث اسئله ما تجاوب عليها يا غبي، من ربك؟ ما تعرفوه؟ من نبيك؟
وشلون يا مجي الموضوع الصعب معك عقلك وانت عمرك 40 50 60 ايش تعرفهن؟ ليك ما عشت عليهن، لك اللي يصلي كل يوم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله حي على الصلاه، كل يوم يردد اشهد كل يوم يردد مع لا اله الا الله محمد رسول الله والاسلام، كل يوم هذه قاعده مره. فمثبت يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت. فارجوك يا حبيبي يا طيب يا اخوان، الصلاه الشيء لك عشان تعرف هالشيء اللي انت اللي تسوي ذا انت. بس اقول لكم شيء صح، بعض الشباب ما يقدر يصلي وراء، من يدري ليه بعض الشباب ما يقدر يصلي؟ جو مدري محمد كثره الذنوب هذه واحد. لا لا يعني إيه لا لا ما تعود ما تعود وصارت ذنوب وحاجز عليه زي ما قال محمد. لا انا بيك يا شيخ يعني حطم البرنامج الصلاه لك اسبوع شفت تقدر تترك ولا ما تترك؟ لو يعني عارف بعض الشباب ما يصلي معنا الان، ممكن في احد ما يصلي معنا الان او ممكن احد يسمعنا او يشوفنا وهو ما يصلي، صح ما تقدر انا ادري، لكن يرحم امك وابوك واللي عند ابوك كلهم، جرب اسبوع صلي شوف هل تقدر تخليها ولا لا. واحد من الشباب مره يكلمني يقول عمر احنا نطلع بالطرفيه مخيمين ذيك اليوم، جاء معنا واحد الا منا صف كبرنا صف يصلي راح بالنفوذ ولع سيجاره ولا قضينا جنب. حصل الظهر تونا طبين، العصر نفس الكلام، المغرب نفس الكلام، يا مجد اخي قلنا شوف يا راجل يا تصلي يا دور لك انسان ثاني، قال لي احنا معلم منكم صلوا وانتم ايش كان منكم؟ هذا روح انا قال شوف شوف احنا انت نلعب ورق معنا دشنا بس الا الصلاه لا تصلي. يا جماعه قلت انا طيب انا ما لي دخل بكم. كان لا ما تصلي مالك انسان معنا. والله يا اخوان يكلمني رجل انا. ايش دعوه؟ قد تقوم البوكس وبغيها وش قلنا شوف ما في الا الكلام هذا، يا تصلي يا ضحي.